أمر الله النبي موسى عليه السلام بالهجرة إلى مصر لنجاة قوم بني إسرائيل من ظلم فرعون وأتباعه، ولأن قوم بني إسرائيل خالفوا أوامر الله في هذه الهجرة فقد تعرضوا للعذاب وتاهوا في الصحارى لمدة 40 سنة. في أواخر هذه الهجرة وقبل عبورهم من نهر الأردن تعرضوا لتهديد ملك العاموريين الذي أراد قتلهم جميعا ونهب أموالهم. عندئذ أمر النبي موسى عليه السلام عددا من الشبان الشجعان من قومه للدخول خلسة إلى أرض العاموريين وجمع المعلومات التي يحتاج إليها. لن ننجح يا عميل. سوف أسد طريق عليهم. أهرب أنت وأخبر بني إسرائيل بما عرفناه. انتبه إلى نفسك جيدا. هاي.
لماذا رجعت وحيدا يا أسل؟ أين هو عميل إذن؟ هاي قل لي أين ولدي يا أسل؟ لقد أصيب ابن عمي إصابة بالغة جدا. لو أصر العامريون عميل فمن المؤكد أنهم سيقتلونه. نعم نعم صحيح. بناء على الأخبار التي أتى بها أشل يبدو أنهم أكثر قوة منا، وفي هذه الحالة يصبح قتالهم ضربا من الجنون. نعم هذا كلام منطقي. ليس موسى من يريد القتال يا جنب نتان، بل العامريون من ينوون الهجوم علينا. لكن لو أردنا أشل، أريد أن تذهب غدا مع رجالك للبحث عن عميل. لما يجب أن نخاطر بأرواح رجالنا بدون سبب وجيه؟ نعم نعم إنه على حق. لو كان شمعون بدلا من عميل، هل كنت ستتحدث عن الأمر كما تحدثت الآن؟ ما كنت لأرسل شمعون إلى هكذا سفر فيه الكثير من الخطورة والموت. ليس شمعون فحسب، بل أي من شباب العشيرة. إنك تخالف أوامر الله يا نتان. من يعلم ماذا يريد الله؟ هل تعلم أنت أم هارون؟ إنه على حق. إنه على حق. سأذهب إلى موسى لمعرفة ما يجب فعله. يا لهم بقرة. انظري يا أنائل. يوجد دم هنا، من الأفضل أن نترك هذا المكان. أعتقد أن صاحبها سيكون في الأطراف. تعالي، لقد وجدته. قد يكون من قطاع الطرق. كلا، أنا أعرفه جيدا، إنه عميل شق كوهانا. ميت؟ لا أعرف كالدا، إنه يتنفس. اذهبي واحضري العربة. وماذا أفعل بهذه؟ اربطيها وراء العربة. هل استيقظت؟ أخبريني أين أنا؟ في مكان آمن. أنت من أنت؟ أنا إل، ابنة دانيال. عميل، عميل.
تقلقي، إنه غائب عن الوعي. هذه أختي كالدا. أرسلت أحدا لكي يخبر والدك وهانا بأنك لا تزال حيا. لما لا أرى والدك دانيال هنا؟ لقد دعاه موسى للمشاركة في لقاء شورى زعماء العشائر. يريد الطبيب أن يتفقد الجرح. قد يؤلمك الأمر قليلا. لقد توقف النزيف. إن بقيت مرتاحا على هذه الحالة عدة أيام سوف تتعافى. يجب أن ألتقي سيدي موسى في أسرع وقت ممكن. طبعا، ولكن بعد أن تتعافى. لكنني بخير. لقد غبت عن الوعي بسرعة حتى ظننتك للحظة أنك قد مت. أنا لا أعلم، قد أكون مت فعلا. لو كنت قد مت لما كنت لتعود إلى الحياة مجددا؟ اسمعوا جميعا، اسمعوني جيدا، يجب علينا ألا نضع مصير بني إسرائيل بيد موسى. يريد موسى أن يرسل شبابنا إلى الموت. لقد بدأت مشاكلنا ونكبتنا منذ أن خرجنا من مصر. نعم. موسى وأخوه هارون ليس أفضل منا، فلماذا وبأي حق يتخذان القرارات عنا ويقومان بإرسالنا إلى الموت والفناء؟ نحن عباد الله ولسنا عبيدا لموسى كي نكون مجبورين على طاعتنا. زعماء العشائر 12 في بني إسرائيل مجتمعون هنا، لذا يجب أن نحدد ما نريده من موسى بقلب وصوت واحد. فإما أن يستجيب موسى لمطالبنا، وإما أن يترك لنا الحرية لنحدد مصيرنا بأنفسنا. حسنا، نحن زعماء 10 عشائر اجتمعنا واتحدنا على التمرد على قرار موسى. ما هو قرارك يا دانيال؟ أنت وقبيلتك، أنت معنا أم علينا؟ مع الذين لا يبيعون الإيمان بالكفر. إذا أنت معنا لكي نطيح بموسى وقوانينه، أليس كذلك؟ هذه القوانين من عند الله وليست من عند موسى. هذا كذب محض، إن موسى يخترق هذه القوانين من عنده كي يتمكن من حكمنا. يا غسان، أنتم ناقضو العهود، تمردتم على أوامر الله كثيرا، وقد ابتليتم من هذا بأنواع العذابات، ومن ثم تبتم على ما فعلتم، والآن تريدون تكرار هذا الأمر، فسوف تبتلون بعذاب أليم. يا قوم، موسى قد هل نسيتم كيف كنتم تعذبون على يد فرعون وقومه؟ هل نسيتم كيف كانوا يقتلون أبناءكم ويبقون نساءكم وبناتكم خدما وإماء؟ هل نسيتم؟ يا موسى، نحن لا نريد أن نضحي بأنفسنا وأموالنا في سبيل حروبك التي لا طائل منها. نحن باقون هنا، فالأرض هنا تكفينا والأمن متوافر. إن لم تطيعوا أوامر الله ولا تعبروا ذاك النهر، فسوف يأتي محاربو الضفة الأخرى ويهاجمونكم، وعندها لن يبقى لكم لا أرض ولا ثروات ولا أمن أيضا. إن عشائر الضفة الثانية محاربون أشداء، ولا طاقة لبني إسرائيل على هزيمة أولئك. لا تخافوا،
فالله تعالى سوف يعصمنا من شر الأعداء. إذن اذهب أنت وربك وقاتلهم ثم نأتي نحن بعد ذلك وراءك. على كل عشيرة أن تدفع حصتها من الأموال والشباب المحاربين. ما أقوله لكم هو أمر من الله تعالى، ومن لا يحيا كما أمر الله فإنه سوف يعاقب بناء للسنن الإلهية. ما هي الحصة التي على عشيرة يسكار تسديدها؟ 5000 قطعة نقدية. وعدد المحاربين؟ 500 محارب. طلبوا من عشيرتي 4000 قطعة و400 محارب. نستطيع من خلال عقد صفقة مع العاموريين أن نحتفظ بأموالنا وأمننا وأيضا أراضينا، ما رأيكم؟ لقد تعافيت بالكامل. عدد من الفرسان يتجهون نحونا. أكيد أن والدك آت معهم. أين عميل؟ داخل الخيمة. عميل. لا أصدق عيني. أنني حي؟ أنا فرح جدا. يجب أن نذهب إلى موسى. بالطبع. قد ينزف جرحك من جديد. قلت لك إنني تعافيت. نعم، ولكن ليس لكي تركب خيلا عميل. يجب أن نذهب إلى موسى في الحال. هاي. ألم تنتبهي كيف كان آشل ينظر إليك؟ والمقصود، لما رفضته عندما طلبك؟ لأنه ليس رجل أحلامي، لكن لو تقدم لخطبتي أنا لما ترددت بقبوله، لأنه رجل شجاع وغني أيضا. كفاك عيشا في عالم الخيال، فلدينا الكثير لننجزه. إنما أخبرت جنابك به سيدي هو كل ما حدث. إذن أمامنا عدة أشهر كي نجهز أنفسنا للحرب. لو كان لدي 1000 مقاتل شجاع لهزمت العاموريين بكل تأكيد. علينا أن نفكر في تجهيز جيش أكبر. يجب أن لا نستخف في عدونا. نحن مطيعون لأي أمر تصدره سيدي. سأخبركم بما يجب أن تفعلوا. قافلة جاهزة للسفر. ما بك؟ لما أراك حزينا؟ لأنني لم أتعافى بعد. اذهب مع قافلة واعتبرها سياحة وتجارة في آن. أنا رجل سيف يا صديقي، لا رجل تجارة. رجالي سوف يعلمونك التجارة. قد تصنع من حجر تاجرا، ولكن لن تتمكن من تعليم ذلك. لا. ماذا هناك بنيامين؟ لما العجلة؟ يجب أن أخبر الجميع بأمر مهم. بأي أمر؟ لقد أمر موسى بالاستعداد للحرب. يجب علينا فورا أن نصنع الأسلحة، وعلينا التعاون. وأين؟
في جوار المعبد. إلى أين؟ حان وقت الغداء. ألست آتيا معي؟ بلى، القافلة تستعد للرحيل، سأسيرها وألتحق بكم بعد يوم أو يومين. نلتقي إذن. هاي. هذا القسم مخصص للحدادة، أما القسم المجاور فهو لحد السيوف والرماح، والقسم الآخر لصناعة السهام. التحية على بني إسرائيل. التحية على عميل الشجاع. كدت أقطع الأمل من مجيئك. أتيت بمجرد سماعي للخبر. أين أشل؟ إنه مشغول بتسيير قافلته، أخبرني بأنه سيلتحق بنا. أين رجال العشائر الأخرى؟ يختلقون الذرائع للتخلف عن أوامر موسى كما هي عادتهم. حسنا، ما الذي يجب القيام به؟ فأنا لا أجيد سوى فنون الحرب والزراعة وقطع الخشب. كيف تسير الأعمال يا يوشع؟ جيدة، لكن عدد أفرادنا لا يكفي. اسعوا كي تنهوا العمل بأقصى سرعة ممكنة، وعندما تبدأ صناعة الأسلحة ابدأوا بتدريب الشباب عليها. أمرك نافذ سيدي. هيا حاول مجددا، حاول. هيا. أليس ذاك همان الذي كان يبيع بثمن رخيص؟ هو بنفسه يأتي كل يوم من مسافة بعيدة والرغبة ظاهرة عليه. عدد محاربين قليل. أرسل إلى زعماء العشائر مرة أخرى. يريد موسى أن يحصل على أموالكم بذريعة الدفاع، هل تنوون تسليمه أجوركم التي تحصلون عليها نتيجة أعمالكم؟ مستحيل، مستحيل. إذن أخبروه برفضنا لأوامره. بعض العشائر وافقت على أمره، ولكننا لن نخضع لهذه الأوامر تحت أي ظرف. بناء لأوامر سيد موسى ونظرا لعهدكم له، يجب أن ترسلوا شباب عشيرتكم إلى عاميل وآشل كي يتدربوا ويستعدوا لقتال العموريين. قل لموسى إننا لم ننسى عهدنا أبدا، ولكن بما أن شبابنا يعملون نهارا فسندربهم في الليل على فنون القتال. مرحبا. كان مقررا أن نبتاع من شمعون فقط وليس من أي مكان آخر. كما أصبحت أخلاقك تشبه والدنا. لو أن آشل أتى لخطبتي لتمكنت.
من شراء ما يحلو لي من أي محل وبأي سعر كان. الواقع أنه لم يأتي، سوف يأتي قريبا. وماذا لو لم يأتي؟ سوف أصطاده بنفسي. تخيلي ذلك. مرحبا. مرحبا، كيف حالك؟ ماذا تفعلين هنا؟ هل تأتينا معنا إلى محل شمعون؟ ما رأيك؟ كلا، ليس جميلا. إلزم حدودك يا هذا وتكلم جيدا. أنت لست مهذبا. نفسك، هل تقيس كل شيء؟ ما هذا الذي تقوله؟ ألا تخجل من نفسك؟ مرحبا يا ابنتي، لقد تأخرت. هانا، هل تأتين من عندي أنائيل؟ هل ذهبتما إلى المعبد؟ بالمناسبة، هل أخطأت عندما ضربت شمعون؟ لما أنت محتار إلى هذا الحد حتى تخرج من البيت؟ إن كنت حزينا يا بني فماذا يحزنك؟ لا شيء. لقد خبرت حر وبرد هذه الدنيا للحد الذي يمكنني من سماع صوت قلبك. لا يوجد حزن. إذن ولكن الموضوع، الموضوع أشعر بضيق في البيت، وأشعر أيضا بسكينة تحت السماء. أنت مغرم. لا لا يا أبي، لا تخجل. فعندما أغرمت بأمك كنت أشعر بنفس ما تحس به الآن. هل نذهب كي نخطبها لك؟ عن أي شخص تتحدث؟ أنا إيل، ابنتي دانيال.
لكن كيف وبأي مال وثروة نذهب لخطبة فتاة أبوها زعيم عشيرة؟ يا ولدي، إن ثروتك الحقيقية هي إيمانك. يجب أن أذهب إلى آشل كي يعطيني بعضا من رجاله الأقوياء. لأي غرض؟ من أجل حصاد المحصول طبعا. إن والدي لا يمتلك قوة في ذراعه. آه من عنادك ومن عمي المحترم. قلت لكم مرات عديدة أتركوا تلك الخربة وتعالوا لنعيش هنا معا بسعادة، ولكن لم تقبلا. أخبرتكم بأنني أشعر بوحدة قاتلة بعد موت والدي. والدي يحب بيته كثيرا ولا يريد أن يعيش تحت رحمة أي أحد حتى أنا. يظن أنني أجمع مالي من الحرام وظلم الآخرين. كلا، والدي يحبك من دون شك ويعتقد أنك تختلف عن والدك. وماذا تظن أنت حول والدي؟ لا شيء، كان عمي. أتمنى أن يصفح الله عن ذنوبه ويجازيه خيرا على حسناته. ابقى الليلة عندي، أشعر بضيق شديد وأنا وحدي. يجب أن أذهب فجرا، سأبدأ حصاد المحصول وبعده سأعود إلى ورشة صناعة الأسلحة. ألم تصنع ما يكفي من السلاح؟ لا، لا نزال نعاني نقصا. كم عدد الأشخاص الذين تحتاج إليهم لحصاد المحصول؟ أعتقد أنه يكفي 5 أشخاص. سأرسل لك أفضل رجالي حتى يحصدوا مزرعتك في أسرع وقت ممكن. أنت تحرجني بكلامك. لم أعتقد أن ابن عمي سوف يقوم بعمل بخلاف التعاليم اليهودية. أفعلها أحيانا، وبخاصة عندما يحل علي ضيف عزيز مثلك. متى اشتريت هذه الخادمة؟ لما لا تذهب وتطلب يد إحدى بنات قوم بني إسرائيل؟ ها؟ ذهبت مرة ولكنني جبهت بالرفض. لا أصدق ذلك. وهل في بني إسرائيل كلها فتاة لا ترغب في الزواج منك؟ وأنا لم أستطع أن أصدق الأمر. من المؤكد أنها أدارت ظهرها للسعادة. بالتأكيد، وقد أطاحت بكبريائي. ماذا لو أنها ندمت فيما بعد؟ قد تكون مغرمة بشخص آخر وأنا لا أعلم. ماذا حدث يا بنيامين؟ لما أنت على عجلة من أحمل عمل؟ أخبارا سارة. أخبارا سارة لمن؟ أخبرني. لك أنت. لي أنا؟ نظمت مبارزة لاختيار مساعد ليوشع ووضعوا اسمك بين المتبارين للوصول إلى هذا المنصب. ولكنني لا أريد أن أشارك. لماذا؟ هناك من هو أفضل مني لهذا المنصب، أما أنا فيكفيني شرف القتال تحت راية موسى. ولكن اسمع يا ولدي، قد يكون هذا الأمر واجبا ملقا على كتفيك تجاه بني إسرائيل، فاستعد للمبارزة إذن يا بني. هيا. تقول كلدا إن كان حب أنائيل دخل قلبك فعليك أن تفوز في المباراة. يجب أن تعلم شمعون فنونا كي يفوز في هذه المبارزة، وعندها ستحصلون مني على مكافأة. في خدمتك. إن ولدك مشغول بالتجارة ولا أعتقد أنه سيدخل في هذه المبارزة. على هذا الولد الجاهل أن يعلم أنه بالوصول إلى نيابة يوشع سيحصل على المال والسلطة معا. يا فرسان بني عمران، هذه المبارزة هي لاختبار كفاءتكم وجدارتكم. لن يراق أي دم من هنا ولن يهان أي شخص في هذه الساحة.
من حدثته نفسه بغير ما أخبرتكم به فلينسحب، فلينسحب من الآن، لأنه وقسما بالله الشاهد على ما تفعلون سوف يتم فتح المتخلف على رؤوس الأشهاد. المرحلة الأولى. لا تخف من شيء. لقد أوقعت. هيا يا عميل. عليك ما. هيا يا عميل. أحسن يا أحسن. هيا. هيا يا بني. تقدم. المرحلة الثانية هي المبارزة بواسطة السيف. لا يحق لأحد أن يجرح الآخر وممنوع تبديل السلاح. لذا قاتلوا بعضكم بشرف. هيا هيا اضرب هيا 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 أحسن. هيا يا أحسن هجوم الآن. هيا هيا عليك به. لا تداهوا لا تتراجع. هيا هيا بني تقدم لا تقدم. هيا أنت الأفضل. هيا 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 أنت من يفوز. أقوى أقوى. هيا هيا كن واثقا من نفسك. لا تتراجع. قوي تشجع. هيا يا هيا اقضي عليه. هيا اضرب اضربهم يا حسن موفق. حسن عميل 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 عميل. المرحلة النهائية بين عميل وآشل. هيا يا بني لا تخف. هيا عميل هيا انتبه انتبه نفسك. كن شجاع. انت شجاع. هيا تغلب عليك. جدا لا تخف. لا تخف. تقدم يا عميل. احسنت يا عميل. تصرف. لا تخاف قو شجاع. آشل لا تخاف. اضرب لا تتراجع. انتبه لنفسك. هيا سنت يا سنت. عميل 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 عميل. قد عرفت بنو إسرائيل أشجع فرسانها الذي يستحق أن ينصب نائبا ليوشع. عميل 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 عميل. إن شجاعة عميل في خدمتك يا سيدي.
إن سمح لي سيدي موسى فأنا قد اخترت عميل صهرا لي. أقدم لكم هذه المركبة هدية لك ولأنائل. مبروك عميل. فضلت علي حتى آخر. تفكرين يا كلدة؟ أنا أفكر في اصطياد هذا النمر. وكيف ستصطادينه؟ بنظراتك أم بكلامك المعسول؟ بالاثنين معا. أوه، إذن ليرحم الله هذا النمر المسكين. كان نميرا جيدا. وماذا نفعل نحن إذن؟ لا تخفنا، عاجلا أم آجلا ستحصلنا على فرائسكن. هل تحاولين التخفيف علينا بهذا الكلام؟ لكنني أخاف أن يعقل الرجال حتى ذلك الوقت ولا يقع في كمائن النساء. سيدي. مرحبا. لا أظن أن يتمكن عميل من رد الجميل لك في عرسك لأنك ماهر جدا. ماذا تفعلن هنا؟ ظننت أنني سأجد عميل عندك. كلا، إنه ليس هنا. لم يكن مقررا أن يخرج. نعم، ولكن رأيت من النافذة رجلا يهمس في أذنه فتغيرت ملامحه. إذن سأذهب وراءه. أين ذهب عميل؟ يجب أن تجدوه. اذهبوا، هيا. أين أنت يا عميل؟ هيا. ما الذي دعاكم للخروج؟ عميل ليس هنا، لقد ذهب. إلى أين؟ لا أعلم.
لا تقلق، سيعود من تلقاء نفسه. أشعر بقلق شديد، أفكر في ذلك الرجل الغريب. أي رجل غريب؟ أخبرتني أنائيل بأن رجلا غريبا أخبر عميل أمرا دعاه للقلق والخروج من الحفل بسرعة. بالتأكيد خبر مهم، إن سمحتم لي سوف أذهب مع رجالي لأبحث عنه. حسنا. عميل، سنذهب باتجاه المعبد. هيا بنا. ماذا يحدث في الخارج؟ دق ورقص، الجميع فرحون، ليتهم يهدؤون قليلا. لا تحزني دون سبب، اضحكي وافرحي كي لا تأسفي على هذه الليلة فيما بعد. ألم يرجع الرجال بعد؟ لا تقلقي أختاه، سوف يعودون قريبا. جدي لي حلا يا كلدة، فقلبي لم يعد يطاوعني على الجلوس. عندما يعود سأوبخه لما فعله بك هذه الليلة. لا، أقسم عليك ألا تفعل ذلك يا أختي. سأصعد إلى السطح لأهدئ من روعي قليلا. هانا، عميل! 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 أين أنت؟ عميل! لقد أتوا، إنهم قادمون. هل وجدتموه؟ نعم وجدنا. الحمد لله. أين كان؟ كيف حاله الآن؟ لما تبكي يا رجل؟ ماذا حدث؟ قف وأخبرني بالله عليك. قتلوه، لقد قتلوا عميل. عندما احتللت قلبي لم تقل لي أنك ستتركني وحدي. أعزفوا بني، أعزفوا في هذا العزاء واذرفوا الدموع واصرخوا في ليلتنا الليلاء. لقد وجدنا القاتل بشهادة هؤلاء. أخبرنا بحقيقة ما رأيت أو سمعت. شمعون كان يعتقد أن من حقه أن يقتل عميل. سمعت مكرا ومكيدة يا سيدي، ورأيت شد اللجام استعدادا للقتل. استعد رجال العشيرة للثأر. النفس بالنفس أيها السادة، فلا تتسببوا في زاقي. أرواح بريئة بشهادة كاذبة،
رأيته يتفق مع عدد من المحاربين كي يقتلوا عميل. هؤلاء الناس ينتظرون الأوامر كي يريقوا دم شمعون. أنا أيضا أريد الثأر لعميل، ولكنني أخشى من قتل شخص بريء. أرى أن الشيب قد قتل حميتكم والخوف خنق الشجاع لديكم. هل تلوموني يا أشل؟ أنا لست ممن يخاف، ولا أثر الشيب بي، ولست ممن يبيع حقه. إذن دلنا على طريقة ترفع بها عشيرتنا رأسها أمام اليهود وتثأر لدمها. لا ترحموا الذين أسالوا دم عميل ظلما، ولا تعفوا عنهم بأي شكل. سيطري على مشاعرك يا ابنتي. هل الموت جزاء تميز عميل؟ قل لي يا أبي، هل هذه هي العدالة؟ بعد هذا الكلام سوف نجعل نهارهم أسودا مظلما كقلوبهم السوداء. طالما جسد عميل في هذا البيت يريد الجميع أن ينتقم له من دون التفكير في عواقب الأمور. يجب أن يدفن عميل بسرعة، هذا هو قانون الشريعة. جثمان ولد عميل سينتظر حتى نجد الذين قاموا بقتله. وماذا لو طال إيجاد القتلة؟ سننتظر 3 أيام، وبعدها سوف نقوم بدفنه. أيها القاتل، أصدق أن أشيل اتهم شمعون وعددا من رجالنا بقتل عميل وقام باعتقالهم وأسرهم، والآن يريد أن يقتص منهم. ماذا يحدث هنا؟ لا أصدق. إنه يتذرع فقط، يريد أن يصفي حساباته القديمة معنا. سنجمع بعض رجالنا ونهاجمهم في دارهم، لكن لا قدرة لنا على قتالهم. بمساعدة محاربي العشائر الحليفة لنا نستطيع إبادتهم. قتل اليهودي بيد اليهودي حرام، هذه من الأحكام العشرة. سوف نرفع السيف على الأحكام العشرة وصاحبها. شبابنا سريع الغضب وقليلو الخبرة، الآن وقت التفكير وليس وقت السيف. هل تسمي الخوف الذي تشعر به بالتفكير؟ قسان ليس جبانا، ولكنه ليس شابا أرعن أيضا. من كان في نفسه ذرة من الحمية فليخرج سيفه من غمده. سنهاجم آشل ورجاله كي ننقذ شمعون. ناتان، أنت زعيم العشيرة، فقل شيئا. أرسل رسولا لزعماء العشائر، وأنا سأذهب مع هؤلاء. أنا لا أستطيع أن أرى ابني أسيرا لدى آشيل. لنذهب. ها
يقوم القاتل الخسيس الذي قتل عميل غدرا وأجلسنا في مأتمه؟ ها هو هنا. أيها القاتل، انظر إلى موتك وإلي. أنا التي أرتدي ثياب النساء وأحمل سيف الرجال في يدي. سوف أنفذ حكم الله بهذا السيف وأفصل روحك عن جسدك. اخفضي سيفك، لدينا قوانين وأحكام، لو خالفتها سوف تعاقبين على الذنب الذي ترتكبينه يا ابنتي. النفس بالنفس والعين بالعين، أليست هذه أوامر وأحكام ديننا أيضا؟ نعم صحيح، هذه هي أحكام شريعة موسى. إذن بهذا الحكم سأقوم بالثأر لدم عميل. أنت صاحبة حق ولست صاحبة حكم، فالحكم يعود لموسى أو لكهنة قوم اليهود. ماذا أفعل إذن يا والدي؟ ألا يوجد لي حق تجاه قاتل زوجي؟ يا ابنتي اذهبي إلى موسى، فحل عقدة هذه المشكلة بيده. بنيامين، جهز الفرس واذهب مع أنائيل إلى بيت موسى. أسجنوا هؤلاء الثلاثة حتى يرد علينا حكم موسى. سيدي، هذا جندي عاموري أسره محاربون الأقوياء، وبناء للمعلومات التي اضطر للإدلاء بها نتيجة التحقيق معه، فإن العاموريين علموا بالفوضى الحاصلة في بني إسرائيل نتيجة قتل عميل، ويريدون استغلال هذه الفرصة لتسريع الهجوم علينا. اذهبوا إلى زعماء العشائر وأحضروهم إلى هنا، سوف أصدر حكم أمام الجميع. من جهة أخرى يجب أن لا تعاملوا أسيركم بهذه القسوة. ولكنهم ألقوا بشليم حيا في النار حتى احترق. إن تصرفتم كما يتصرفون فما الفرق بيننا وبين العاموريين إذن؟ أمرك سيدي. انهضي يا ابنتي. إن خبر موت عميل كان صعبا ومرا علي أيضا. لم يسمحوا لي بالاقتصاص من قاتل عميل، فأرسلني والدي إليك كي تقول لي ماذا أفعل. إن موت عميل قد أفقدني صبري. اصبر يا أنائيل، لو كان شمعون هو قاتل عميل فسيتم القصاص منه طبقا للشريعة الإلهية. أنا ولي دم عميل ولن أهدأ قبل أن أقتص من قاتله، ولدي ثلاثة شهود على شمعون. دليلك هو فقط ثلاثة شهادات كاذبة. لدي دليل آخر أيضا. دليل؟ أم اتهام؟ شمعون غضب من خسارته في المبارزة فقام بقتل أشرف فرسان اليهود. لا تهذي هكذا يا آشل، لو أن الخسارة ذريعة جيدة للقتل فأنت أيضا خسرت أمام أجرع فرسان اليهود. أنت كاذب. دمه يجري في عروقي، ففوز أي منا هو فوز للآخر. كف عن هذا. هل تريدون أن تبيدوا بني إسرائيل عن بكرتها؟
خبر الفوضى العارمة عندنا وصل إلى العاموريين، فنووا مهاجمتنا وإبادة العشائر اليهودية الاثنتي عشرة. أمر سيدي موسى الجميع بالذهاب إليه سريعا ليبلغكم حكمه. هيا. القاتل في الوقت علينا أن الثأر ومشير يجب أن نحجز الثأر عالي، سيدفعون الثمن غاليا. هيا سال دم عميل على الأرض ووجد جسده بالقرب من العشيرة. فإما أن تجد القاتل كي نقتص منه، وإما تقاسم دية دم المقتول وننهي الأمر عند موسى. هذا الحد نقسم بأننا لا نعرف القاتل. القاتل ليس منا، ونحن لن نشارك في دفع فدية الدم الباهظة. إذن يأمركم الله أن تذبحوا بقرة. ما قاله موسى؟ قتلوا ابن عمي عميل البطل الذي كان يساوي وحده كل عشيرتهم. يفتدى فقط ببقرة وينتهي الأمر؟ يا موسى لا أقصد التطاول، ولكن لا أعتقد أنك تستهزئ بنا، أليس كذلك؟ أي لو أننا ذبحنا بقرة سوف يطلق هؤلاء الحاقدون سراح ابني؟ أستعيذ بالله من أن أكون مستهزئا بكم، ذلك من شيم الجاهلين. لكن يا موسى. نفذ حكم الله فورا. يا موسى اسأل ربك كي يعطينا علامة للبقرة التي يريد. يقول الله أن لا تكون بقرة كبيرة ومرهقة وأن لا تكون صغيرة جدا، بل يجب أن تكون بين ذلك. والآن اذهبوا ونفذوا الأمر الإلهي كما هو. هذه خدعة من موسى. من يقدم بقرته فستوجه تهمة قتل عميل إليه. ما كان يجب أن نقبل بهذا. قد يكون الأمر كما يقول، المهم الآن أن الظروف ضدنا، وبالتالي يجب أن نذبح البقرة في أسرع وقت ممكن كي ننقذ رجالنا. يوجد بقرات كثيرة في عشيرتنا تحمل هذه الصفة، والبعض لديه أكثر من واحدة. من الأفضل لنا أن نذبح أي بقرة من بقراتنا، وبذلك نكون قد نفذنا أمر موسى. انتبهوا كي لا تتعرضوا للغضب الإلهي. لكن لم يكن هكذا شرط في حكم موسى. هذا الأمر أقرب إلى العدالة. هذا ظلم وليس عدالة. أمامنا طريقان، إما أن نقبل بحكم موسى وإما أن يتم القصاص من رجالنا. بماذا أنت تهذي؟ كيف تقيس قيمة بقرة بأرواح رجالنا الأسرى لديهم؟ ذكر موسى بقرة لا كبيرة ولا صغيرة ولا سمينة ولا ضعيفة، ولكنه لم يتحدث عن لونها. إذا من الأفضل الذهاب إلى موسى وسؤاله عن لونها. لنذهب ونحصل على علامة أدق. يجب أن نحصل على علامة أدق. ليذهب أحدكم إلى موسى لتكن بقرة صفراء فاقعة. قال موسى يجب أن تكون صفراء ذهبية، لونها يفرح الناظرين. الوقت يداهمنا، يجب أن ننفذ أمر موسى قبل غروب الشمس، مفهوم؟ أيها قل كلام موسى. كيف نجد هذه البقرة؟ أنا أمتلك بقرة صفراء، ولكن ولدي يحبها كثيرا. ذبح هذه البقرة يعادل موت ابني، ولا أستطيع فعل ذلك. من يرى بقرة الصفراء البشعة يدير وجهه تلقائيا من بشاعة شكلها. أنا أمتلك بقرة صفراء، ولكن يا سادة إحدى قوائمها بيضاء اللون. كفوا عن الذرائع، أنتم يا أهل العقل جدوا لنا حلا. الخير والصلاح في أن نذهب إلى موسى ليعطينا المواصفات الكاملة للبقرة كي لا نخطئ في تنفيذ الحكم. طبعا يقول الله يجب أن تكون بقرة لم تستعمل أبدا في حرث الأرض، وكذلك لم تستعمل في الزراعة ولا في السقاية أيضا، ويجب أن تكون موحدة اللون، لا يرى أي عيب فيها على الإطلاق.
ولكن لا يوجد في عشيرتنا هكذا بقرة. لا تتهربوا من الأمر الإلهي، اذهبوا فورا وجدوا تلك البقرة واذبحوها. شكلوا عدة مجموعات وابحثوا عن هذه البقرة وعودوا بها فورا. ماذا حدث؟ إلى الآن لم يستطيعوا إيجاد البقرة. أحسنت يا موسى، لقد أرسلهم وراء شيء لن يجدوه، وبذلك نستطيع أن نقتص من القتل بهدوء. اذهب وراقب الأطراف، وسوف أذهب لأقتص من شمعون. حاضر سيدي. صحيح، فيها كل المواصفات، نريد شراءها لكنها ليست للبيع. سندفع لك مبلغا كبيرا. أسمعت ما قلته؟ ليست للبيع. لماذا؟ لأنها ذكرى من والد العزيز إسحاق. لكنني قلت أننا سندفع لك مبلغا كبيرا. كم هو ثمن بقرة قوية وسليمة؟ 20 قطعة، ولكنني سأدفع 50 قطعة نقدية. أخبروني هل تريدونها كي تنفذوا حكم موسى؟ وصلتك الأخبار؟ هذا ليس أمرا يبقى طي الكتمان. لو أرسل موسى شخصا سنهديها لنبي الله، ولكن لو أردتم أنتم شراءها لن نبيعها لكم بأقل من 200 قطعة نقدية. ولكن هذا ثمن 10 ثيران. سمعت ما قالته أمي، لن نبيع بأقل من هذا. هل تنوي سرقتنا أيها الشاب؟ إما 200 قطعة وإما هدية لسيد موسى. لن نستطيع أن نتحدث بالنيابة عن موسى ولا نحمل هذا المبلغ. إذن مع السلامة. سوف يعودون. قطعة نقدية. من يحسب نفسه هذا الشاب السارق وقاطع الطريق هذا وأمه أيضا الخبيثة؟ تلك المرأة وابنها هما عائلة إسحاق الذي كان يبيع بسعر رخيص والذي حرقنا دكانه وقد مات قبل مدة. يستحق ذلك، هذا جزاء من لم يدفع حصتنا من أرباحي في الموعد المحدد. لم يكن يملك مالا، وأنت لم تعطيه أي مجال لتسديد ما عليه من مال. لأنه كان أحمقا في التجارة مع الناس طبعا، وأنه كان يسميها تجارة عادلة. هل يريدون الانتقام منا؟ علينا أن نشتري تلك البقرة. أرسل أحدا إليهما الآن. أحضرنا 200 قطعة. لقد ضاعفنا السعر، أصبح ثمنها 400 قطعة. 400 قطعة؟ قللوا الحياء، اجلبوا لي تلك البقرة بالقوة، أنا لا أدفع قوة لأحد. حاضر. اسمع، اصبر أنت تزيد الأوضاع سوءا، ادفع النقود وأنهي المسألة في الحال. أربعمائة قطعة، سنأخذ البقرة. 400 قطعة كان في السابق، صار سعرها الآن 1000. إن لم يذبحوا البقرة حتى غروب غد سأقتص من شمعون ورفاقه بيدي هاتين. أنت تتحدث بحدة وعصبية. التحدث بعصبية أفضل من الاحتياط والسكوت. سكوتي كان نتيجة احترامي لحكم موسى.
أخبر عشيرتنا تام بأن وقتهم سينتهي عند غروب الغد. حكم موسى إما ذبح بقرة وإما القصاص من شمعون. أشل، من الأفضل لك أن تسيطر على نفسك. أخشى أن يأتي أفراد عشيرتي يا سكار ليأخذوا البقرة عنوى. لا يستطيعون، قصة البقرة قد انتشرت في كل مكان ولن يجرؤ رجال نتان على التصرف بعنف معنا. أعتقد أن هذه كنز قارون وليست بقرة عادية. مع هذا الفارق فإن قارون قد دمر نفسه وكنزه بجحده وتكبره يا بني، وأنت تحصل على الكنز بإحسانك لوالدك وشكرك لله. أنا أدعى ناتان، أنا زعيم عشيرتي يا سكار، أنا رجل مقتدر ماديا ولا أدفع الخوات. أنا أعرفك جيدا، إن كنت تمتلك ثروة أبائك فأنا أمتلك إيمانا بالله وألتزم أوامره في عدم الاقتراب من المال الحرام. السعر الذي حددتموه للبقرة مشحف للغاية. أنا لا يمكنني أن أحدد السعر، بل أستطيع أن أنطق به. لا تهذي هكذا يا امرأة، يجب عليكم أن تبيعوني البقرة. أشم رائحة التكبر في كلامك ورائحة الجنون في كلامك. وبما أن التجارة مع المجنون أمر لا يصح فإذن دعنا وشأننا واذهب. يا لها من تجارة، تتلاعب بحياة ولدي وتحمل بين طياتها موته وحياته. إذن ببساطة ادفعوا ثمن حياة أولادكم. حسنا، إذن سندفع 1000 قطعة نقدية. لن أبيعها بهذا الثمن. أصبحت الآن على يقين أنك مجنون. المجنون هو أنت وشيوخ العشيرة الذين أوقعتم أنفسكم في هذه المشكلة بخساستكم وعدم شكركم والبحث عن عيوب الآخرين. يا ولدي هيا قل لهم السعر النهائي. أيها السادة، لو أردتم البقرة فعليكم أن تدفعوا 2000 قطعة. 2000 قطعة؟ هذا الثمن أكبر بكثير من دية دم يهودي. سأدفع الدية الآن ولن أعطي قطعة لقطاع طرق مثلكما. لا تتهور يا نتان، لو دفعت الدية فستثبت بأن قاتل عميل من عشيرتنا وهذا غار علينا. عشيرة يا سكار كبيرة وغنية، لو دفع كل واحد منكم جزءا يسيرا من ماله ستسددون ثمن البقرة. أنا مضطر للقبول، اشتريت البقرة. هل رأيت أنائل؟ نعم. كيف حالها؟ كما في الأيام السابقة، حزينة ووحيدة. حسنا، عندما أقتص من شمعون ستتحسن صحتها وسيزداد حبها لي. لا أظن أن أمرا كهذا سيحدث. لماذا؟ لأن قبيلة ياسكار وجدت البقرة. أين ذلك؟ في إحدى المزارع، نفس البقرة التي تحدث موسى عنها. عميل عميل، لا أدري هل أغضب منك لأنك تركتني وحدي وذهبت، أم أغضب من حظي العاثر. قل لي كيف سأصدق أن الموت لن يأخذك مني، وكيف سيكون أملي بلقائك ثانية. أنت الآن في سواد الموت ولا مفر من ذلك. أنا أتمنى فقط أن أموت وبذلك قد أتمكن من رؤيتك. ما
ما هذا يا ولدي؟ 2000 قطعة نقدية، ثمن البقرة التي ورثتها عن أبي. هل بعت البقرة لقبيلة يسكار؟ أجل، لقد وقعوا في فخ أطماعهم. بدأت القصة ب200 قطعة وانتهت ب2000 كاملة. لقد كنت رحيما جدا مع والدك يا همان. هذه الثروة هي جزء إلهي لك لأدبك مع والدك ووالدتك. نحن لا نحتاج هذه الثروة. كان قصدي ووالدتي تأديب قبيلة يسكار على تمردهم وعصيانهم أوامر سيدي موسى. ثمن البقرة هذا هو حصتنا للحرب مع العموريين. لكن ماذا عنكما؟ ثمن البقرة هو 20 قطعة نقدية، يكفينا هذا المبلغ يا سيدي. يعطيك الله عمرا مليئا بالبركة يا بني. قلبك كبير كالسهل وإيمانك راسخ كالجبل. يوشع، أخبر عشيرة يسكار بأن يأتوا بالبقرة غدا إلى السوق، وأخبر عشيرة شاؤول أيضا بأن يجلبوا معهم جثة عميل. حاضر. اذبحوا هذه البقرة. اذبحوا تلك البقرة. يجب لنا أن تحكم يا موسى، لأننا اشترينا هذه البقرة بثمن غال، ب100 ضعف ثمنها الحقيقي. الحكم النهائي هو لله. ولدي عميل، قم يا ولدي، قم يا ولدي، قم على اسم الله القادر، قم يا ولدي. مستحيل أن يحيى الميت وبعد 3 أيام. هيا قم يا عميل، قم، هيا قم يا عميل. الميت لا يستطيع أن يحكم يا موسى، أنت هو الحكم، فهيا احكم وحرر ولدي. مستحيل، شمعون قتل عميل ويجب أن يقاصص. لن أسمح بأن يراق دم ابني على الأرض. Oh,
يا ولدي عميل، إن كنت ترى قاتلك بين الجمع دلنا عليه. جن عميل، أجل ماذا حدث؟ لما قيدتم يدي؟ أغلق فمك، لن تنال أنائل وأنا حي. تنحوا جانبا قبل أن أقتلكم جميعا. عليك أن ترمي سيفك يا آشل. خذوا آشل واحبسوه ريثما ينفذ حكم الله بحقه. إن الله وهب عميل عمرا جديدا، عمرا مديدا مليئا بالبركة. أتمنى أن تعيشا معا حياة ملؤها السعادة والصلاح والسلام. إن الله رفع التهمة عن ولدك يا ناتان، أتمنى أن يزيد إيمانكم ويثبت في قلوبكم. ما رأيتموه الآن هو ما سيحدث معنا يوم الحشر، حيث سنحيا من جديد وتعلن أسرار حياتنا وأفعالنا. فخافوا ذلك اليوم الذي تفشى فيه جميع الأكاذيب وتفضح كل المؤامرات. هكذا أيها القوم يرى الله قدرته في إحياء الموتى. لما ذهبت تلك الليلة حتى حدث كل ما حدث؟ من أجل إنقاذ موسى. قال لي ذلك الرجل إن حياة موسى في خطر، وطلب مني أن نذهب سريعا ومن دون أن نلفت الانتباه حتى نباغت أعداء موسى. يعني أنك مستعد لترك عروسك من أجل خبر أتاك؟ وماذا ستفعلين لو كنت مكاني أغير ذلك؟ كلا، كنت سأفعل ما فعلته أنت بالتأكيد.